دونك فقراتنا تكون ثقافيه تكون فكريه. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا في فرحات اللي هو الرشيديه. أكيد جدا جمعية رشيدية مؤسسة عريقة جدا، تأسست في تونس نهار 2 ديسمبر 1934 على يد نخبة من كبار معناها الفنانين والأدباء والشعراء الغنائيين، وعلى رأسهم خميس التنان رحمة الله عليهم، بعد خلط سي مصالح المهدي وخلط محمد التريكي وخلط كاربكة وخلط وياسر الناس، ومن المؤسسين كانت كذلك شافية رشدي. وهذه المؤسسة عريقة جدا وظهرت في الثلاثينات وقت اللي في المغرب العربي كانت ثم حركة فكرية بدأت تنشأ جديدة وحركة سياسية وحركة أدبية، والحق الرشيدية هذه هي اللي رجعت الطبوع التونسية خاصة جراس الخميس الترنان اللي هو أصيل بن ثلث، وخلى وانه في نعولة الطبوع اللي هي فيها 24 طبع يعني ثم نوبة يسميها نوبة الختم ونوبة العشية ونوبة الصباح ونوبة وغيره، نوبة كل مرة نوبة متاع واحد كل ساعة يغني وحاجة. في تونس عنا 13 واحدة ضايعة هي الرهاوي، في الجزائر عندهم 11، في المغرب عندهم كان 7. مؤسسة عريقة نولت الموسيقى التونسية، جاء كذلك الشيخ علي درويش الحلبي وجاب الناي معاه وعلم العباد النوتة، وكذلك طوروها وعملوا أغاني، وبعد ظهر صالحة وشافية رشدي وفتحية خيري وصالحة الخميسي وصالح المهدي وغيره. اليوم مؤسسة الرشيدية هذه العريقة تمر بأزمة كبيرة جدا، وهي في حالة موت سريري للأسف الشديد، وعلى ما يبدو لوزارة الثقافة للسلطة التونسية قاعدة مهتمة بها. احنا اخترنا اليوم الحق راجل اللي هو مؤرخ وهو كذلك رجل فكر ورجل اعلام واتصال فز، السيد مختار المستيسر اللي نعرفه انه صديق عنده مدة طويلة، وكتب كتاب مهم جدا اسمه نشرة الرشيدية المعلن والمخفي، والكتاب هذايا معناها يعرفها بتفاصيلها الرشيدية. وكذلك الحق حبينا درشة معاه باش يحكي لنا اليوم على هل ضروري وأنه ننقذ هذه المؤسسة العريقة، هل ضروري أن يدخلوا السياسيين اليوم، لأن الهوية التونسية سياسية وهوية أدبية وفنية وفكرية وهوية كذلك ثقافية ورشيدية من المؤسسات الكبيرة، وسميت الرشيدية نسبة لمحمد الرشيد بي اللي شد في تونس بعد 1856، واللي هو كان ابن الحسين بن علي وكان مغروم بالطبوع ومغروم وعاش في فترة ما في المنفى في الجزائر وتغرم بالطبوع، وكان من الناس اللي يحبوا نوتوا الموسيقى ويلموا معناها الطبوع والنغمات والمقامات التونسية. الرشيدية عندها شهرة على مستوى المغرب العربي، على مستوى في سوريا كي تقول الرشيدية كما احنا نقول القدود الحلبية، وحتى على مستوى دولي. تو نسمع مع سي مختار المستيسر شيء الأوضاع الحق الكارثية اللي تمر بها الرشيدية، اللي كانت تعمل حفلة شهرية وكانت وصلت العمومية تعاونها كل شهر ويعطيهم معناها بودجي حتى وقت بورقيبة وقت بن علي وغيره. في بداية الثورة كانت موجودة، لكن الآن مشينا عملنا بيت الموسيقى أو بيت المالوف في مدينة ثقافة وباش ندقوا رشيدية اللي هي المقر نتاعها موجود في دار الدولاتلي مقابل دار حمودة باشا في القصبة، مش بعيد على جامع حمودة باشا المرادي في الدريبة هذيك، ومقر كبير وعريق وعرفت معناها تاريخ مجيد جدا. توا سي مختار مستعد هو معنا توا بالتليفون ديجا. سي مختار صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سي سفيان. صباح الخير سي أسامة، وبارك الله فيكم على الاستضافة. يعيشك. وتحية لأسرة البرنامج براين تايم والإذاعة راديو ماد وكل المستمعين نتاعها في كل مكان. يعيشك يا سيدي بارك الله فيك. دونك نحكيو على الرشيدية ما بين المعلن والمخفي. اي ذايا عنوان الكتاب اللي خرجت كما قال سي سفيان، عندي 5 سنين ونفذ هو من السوق توا، وبرشا خيان يطلبوا فيه باش نعمل معناها طبعة جديدة. وان شاء الله معناها عندي اضافات مهمه في الفتره ما بعد، لان الكتاب توقف في 36، انا عندي برشا اضافات من بعد حتى الاستقلال وما بعد الاستقلال، وان شاء الله ربي يعاوننا ان شاء الله باش نكملوه ونخرجوا هذايا. الكلام اللي قاله سي سفيان ما معناه حوصل بركله بطريقته العاديه اللي نعرفوها ليها، معناها الازمه اللي تمر بها الرشيديه، وان شاء الله معناها نتحدثوا شويه وان شاء الله معناها المجتمع نتاعنا يستفيد، رغم اللي الشان الثقافي هذايا معناها يحسب للاذاعه راديو ماد وليكم انتم انكم تخصوا يوم الجمعه من كل اسبوع للشان الثقافي في الظرف العصيب هذايا اللي تمر به البلاد، والبلاد في ازمه كبيره
ونعرفوها الناس كله عايشينها، ولهذا معنا أنا نقبر فيكم الجهد هذايا وربي عايشك سي مختار بارك الله فيك. الحق احنا مش نرمولك ورود، انت راجل فكر وراجل أدب وراجل فن وراجل إعلام واتصال كذلك، وتحملت مسؤولية كبيرة في الإذاعة الوطنية ومؤسسة إذاعة التلفزيون التونسية قبل، ومؤرخ الحق. أنا لو كان حيل في حاجة نكلم سيدي مختار، قالوا سيدي مختار حاجة فلانية وقت علي باشا يعطيني المراجع، تبارك الله عنده سعة اطلاع من الموليش وورود، وهي صديقة أخوة في وجه الله مش حاجة أخرى. سي مختار، شو هي مشكلة الرشيدية؟ هل هي مالية؟ هل هي مؤسساتية؟ هل هي تسييرية؟ هل هي عدم اكتراث بها؟ هو هي صورة للأزمة اللي تعيش فيها الثقافة التونسية حاليا، واللي باش ما نكونش متشائم ياسر، لانه ربما انا من طبعي منش متشائم، انه في البلدان العربيه الكل معناها كي نشوفوا باستثناء يمكن الشقيق المغرب وبقل درجه اقل الجزائر، اما في المشرق العربي نفس اللي عندهم ازمه في المحافظه على الهويه الموسيقيه، هي ازمه متاع اولا ساعة ثم هيكلية الذوق الموسيقي التونسي تبدل تماما، خاصة في السنوات العشرين الأخرانية، معناها الجمهور ما عادش يسمع الموسيقى. علاش؟ خاطر ما ترباش على الموسيقى التونسية، وعلاش ما ترباش؟ خاطر ما يسمعش فيها. الأجيال تعرف سي سفيان وسي أسامة أصغر منها شوية، معناها مازال شباب، احنا تربينا في الستينات والسبعينات على في المعاهد بينا نقراو المالوف. أنا أستاذي سي نور الدين الخروبي، معناها اول ما دخلت السيزيام ودخلت نقرا في السكوندير، نهار الجمعه ما فماش بعد العشيه الناس الكل تمشي تعمل موسيقى، نادي موسيقى شويه بشويه هكا نادي، نعملوا نادي موسيقى ونحفظوا. انا اول قطعه حفظها لنا سي نور الدين يذكره بالخير والله يرحمه، كان توفى خاطر انا بلغني انه توفى، معناها كان بدري بدا هذيك اللي في النغمه في المقام الاصبعين، معناها ونعود طوال كنت تحكي عليها، وكنا في اخر العام نعملوا عروض في السنه الثانيه والثالثه والرابعه، معناها كانت الموسيقى كورال وغني وغيره من هاي الاذن متاعنا تستانس. ثم انا دخلت الرشيديه من بعد، وانا رغم قريت في دار جلد، انا مش بعيد على الرشيديه وانا صغير في اي في الزنقه في راس الزنقه، شنو الرشيديه بعد دار جلد تلقى وانا في دار جلد كنت صغير هكا، مره حبيت ندخل عام 57 ولا 58 نتكركب، معناها صغير بين الساقين، ما خلي قالوا لي مش وقت وقت يظهر لي عشويه، وسمعت برشا هكا وناس داخله خارجه، حبيت نعرف انا ومعايا اولاد من الحومه، وكانت القصبه كانت تعرفش سي سفيان وقتها مازال يطيحوها، وكان اي تحاول سي تعديل هذيك اي اي عاد مرات رجعت لها وانا شاب نتفرج في الحفلات نتاعها في دار الجلد ولا في النهج في وين بنرى، والا في دار الثقافه في وين المعهد الموسيقى توها، معناها في قاعه احمد الوافي. معناها كنا الاذن الشباب التونسي اللي توا هو يكون اللي عمرهم 60 و70 سنه، هو الجمهور اللي قاعد في الحقيقه مع بعض الشبان اللي خذاوا. هو اضافه لكلامك سي مختار، كانوا احنا نسمعوا فيروز الصباح بالسبعه للسبعه ونص، ومن بعد ساعتين كان رئيس بورقيبه يليكزيجي عاديو المالوف راهو نسمعوها في الاذاعه، ونعود تتبوع توا انا وانت، انا نجم نقعد نغني مالوف مده ساعات لان حفظته ملي انا صغير، ونعملوا المالوف مجرد في الدار، ونعملوا معناها نغني وي دار كان فيها الطار البوكا، وتلقى ساعات كمندر ولا ساعات المجرد هو باليدين معناها اي حتى بالصندوق الوقيت ساعات نعملوا الذوق الملكة الذوق تتربى راهو كيما زريعة، معناها إذا كان ولدك ما تربيش على أذن موسيقية صحيحة من الأول، معناها سيئة هما توا الشباب ما يتذوقش. أنا أولادي ما نعطيك مثال، أولادي وقت صغار ما بيحبوش الرشيدية، وليك بشوية بشوية نسمعهم في الدار، وحتى ولو هما يطالبوني باش يمشي يمشيو معايا ويسمعوا ولا وحدهم. باش تفسر لما توا ناخذوا مثال تجربه نتاع انسان تعلم في الرشيدية على يد شيخ ميسى التلاني اللي هو سي طاهر غرس الله يرحمه، وانا نتذكر ولده زياد صغير كان يتكركب كما قلت انت بكري، كان يجيبوا معاه وزياد شد الرشيدية وعمل حفله شهريه، وكنا نمشيو لها والرشيدية مشات البولتشاي ومشات لسوريا ومشات الجزائر ومشات لباريس، وانت سيادتك تعرف بلدان اوروبا الشرقيه كانوا تريبليزي حفله الرشيدية بكل بس نتاعهم وبكل الطبوع نتاعهم وبكل الجوقه الموسيقيه اللي كانت عندهم.
كان عندنا سفيرنا في ذاك الشريد في مدريد يحكي لي معناها الاستقبال اللي عملوه للرشيدية في مدريد في اللي في أواخر 2008 ولا 2007، معنا شيء رهيب والتسجيلات مشاهرة. زياد لازم تعرف حاجة، زياد مدني لسعاب الحميد بالعجية الله يرحمه، عملت استجواب أنا ومقيده عندي معناها وباش ننشره. يقول له وقتها سي زياد مازال صغير مازال كيف طالع، ووالده معاه الله يرحمهم زوز. دونك زياد قال لي سي مختار هذاك مستقبل الرشيدية. للأسف الشديد على يده هو ساعة رجعت الرشيدية تبرقلة كل شهر من المسرح البلدي معبي ومطبين في كل بقعة، ولكن بعد شنو اللي وقع؟ وقع أنه تكاليف الحفل كبرت لدرجة أنه 30,000 دينار في الشهر، بما فيهم أجرة زياد بصفته هو قائد الفرقة وبصفته هو معلم الملوف، لأنه يعني زياد ألفوا الكورال والفرقة الموسيقية بقل عليه معنى الواو اللي عنده أعطيها له ربي، معناها كما قال عم الطار قال هذا الطفل هو اللي باش يورثني فن، معنى أعطاه الفن متاعه اللي عارفه كل على مخميس وغيرهم، معنى أعطاه هو توا زياد ربي يطول في عمره ويمتعه بالصحة، هو اللي نجم تقول الشيخ المالوف متاع القرن آخر قرن 20 وأول قرن 21 في تونس، معنى في تاريخين من ناحية تاريخية وأنا مؤرخ، معنى غدوة معنا ربي يقول هالو قداش مرة أنا ورضا الماجر وصحابنا كله والهادي الموحلي وجماعة قلوا يا زياد تحفظ على صحتك. الحقيقة فما أخرين حافظين وصلوا كيف معناها مش كيف هو، لكن تبارك الله عليهم إمكانياتهم الخاصة وصلوا وعملوا معناها ترا معناها خاطر كان الشيخ متاع الملوف يحفظ ياسر النوب، هما برشا خيان شباب تمكنوا في سوسة في المستير في تونس في زغوان في بنزرت، معناها في معاقل الملوف التقليدية معناها حتى في الوطن القبلي اللي موجودة في الشيخ المغيربي وما أدراك عاد كان من بني خيار هنا حفل كانت مع عزيزة بن شكر العصبان وكان فيها حفل، هو المعلم متاع محمد التريكي تعرف ميلا شيخ كان مع أحمد الواسي هو اللي يخدم معاه ويحكي سي محمد يقول راه كان كابس عليها ونجي كان منظيف ونجيب كان مصارم وكان يحب الناس تبدا لابسه بالكدا وكان يرحمه كان وكان هو الفنان نتاع البي اي توا انت جبت حاجه مثال توا ناخذ وقت بن علي خلينا نجبدوا بن علي ميسج لا والله يرحمه هو في دار الحق كان كل عام يعطيهم 200 مليون هكا ولا وكل 200 مليون ينجموا يعملوا بها الحفله السنه الشهريه نتاعهم والحفله السنويه وكل نهار ربعا نمشي ونقعدوا ونستمتعوا بالمالوف وغيره، وكما قلت له زن كبلت على ناعوره الطبوع وكبلت على المية وكبلت على معناها الاصبعين وغيره وناعوره الطبوع اللي فيها هي الكل. اليوم شنو يمنع الدوله 200 مليون بالنسبه للدوله اللي يحكي فارغه معناها ماشي مؤسسه كما رشيديه كونسيرفاتوار دو لا ميوزيك تونيزيان بيسير هي رمز نتاع الموسيقى، هي من ساعة كما قلت انت من اعرق اذا كان مش اعرق معهد موسيقي عربي تاسس من عمرها 34 قريب ال 85 سنه 85 سنه معناها هي قبل حتى الجمعيات المغربيه اللي هي شاده تو التراث المغرب التراث الاندلسي وفي الجزائر هي من الاولانيين بكل مالك قبل السندوسيه وقبل غيرهم صحيح هي رمز هي رمز احنا نحافظوا عليها علاش لانها ترمز الى اجيال متعاقبة متراكمة اللي شدت التراث التونسي. يقولوا كان الملوف مش صحيح الملوف وزاد حتى الأغاني البدوية لأنه برشا من الأغاني العروبي أي والصالحي والعروبي صحيح والصالحي والعرضاوي والعرضاوي أي والمناعي معناها كي تسمع أشي فيد الملام ولا تسمع معناها الغنيات القدم معناها متاع الرشيدية تسمهم التراث معناها والفندوات يا أخي في الغزالي ما فيها كل شيء كيفنا ميت نميل المخليل اللي هي وبدوية الأفواه معنا تشوف معنا التمازج هذيك خرجت في آخر القرن التاسع خليت شربة مهابيل في غيبتي واش قالوا هي حاضر هذيك فندق طلي غناء طلي غناء بلدي ما عادش غناء تونسي ما عادش غناء عروبي معنا باش نوريك الإبداع التونسي هذا كله ترمس له الرشيدية والرشيدية هي اللي كونت الأجيال نتاع القرن العشرين نتاع الفنانين الكل نبداو بصالحة لأنها شايفة رشدي قبل الرشيدية تكونت وما تكونتش اللي هي اللي يرجع معناها الفضل فتحية خيري أنها أكثر من الناس الكل وقت جات الرشيدية هي سيبة الشرقي ودخلت في الدافع الملوف قاعدة المطربة الأولى متاع الرشيدية من عام 34 حتى 41 دونك وصالحة هي الأولانية اللي كان مش الرشيدية عمرها ما تكون موجودة فنان كفن معناها وخميس ترنان نفسه خميس ترنان لازمك تعرف وقت اللي مات البارون دي لونجي ما لقاش باش يعمل
الرشيدية كي تكونوا تولي تعكي فيه في شهرية رمزية لما حالة مش كبيرة ياسر باش لحنك الأغاني اللي توا رجعت ودخلت في التراث متاع خميس تنان ومحمد التريكي. تعرف اللي وقت اللي جا الاستقلال عام 58 معتوه شهرية هو فات 60 سنة باش ينجموا يحافظوا عليه حتى اللي توفى عام 64 الله يرحمه. نعم هرم كان هذاك خميس ترنان لولا الرشيدية وغيره قدور إصرار فيه ونعمة وعليا ويوسف التميمي شو نحكي لك معناها هذه ترمز إلى وصالح المهدي وصالح الخميسي محمد لسلم محمد لسلم يرحمه زاد هاي محمد لسلم هو المدير الفني الأولاني في الرشيدية ورغم اللي خرج من بعد لكن على كل حال يرجع له الفضل زاد في تكوين النواة لأن مصطفى صر لو كان لقاش محمد لسلم ومرقاش خميس تنان ومحمد ما يأسسش ومصطفى الكعار معناها ما وشافي رجلي من ليش يكون الإرادة اللي كانت عند مصطفى صر هو اللي علاش خلطوا التاريخ وانا عملت عليه بيوغرافي اول مره بالديتاي وكان نجم نعمل عليه حتى كتاب لانه رغم اللي هو كان موالي لفرنسا يقولوا هير الله يرحمه كان اختار انه باش يكون في الصف الموالي لفرنسا لكن باش ربما باش يكفر يقول لك ربما انا تو من الناحيه السياسيه دخلت يخدم في الاقامه العامه معناها الاقامه العامه بالحكومه ولكن نعم من الناحيه الثقافيه وقف معناها باش انقذ الهويه الثقافيه الموسيقيه التونسيه باهي تو وزاره الثقافه عندها ميزانيه نرجع لكم جاوب انا مني للوزير السابق صديقي سي زين العابدين محمد زين العابدين اللي هو دفوا دكتور في الموسيقى اي صحيح ونعرف وانا هو مدير المعهد الاعلى للموسيقى وقت مشيت وقدمت الكتاب وفرح به ودعمني وشجعني وكل شيء جبت له الرشيدية وقت يا وزير بني لي وهذا يعرفه هو وانا نحترمه برشا قلت له يا سيد الوزير راو مبدي عملت مدينة الثقافة هذه تحط فيها معناها دار للرشيدية قال ياسين مختار هذا رأيه هو وللأسف الشديد أنا مش موافق عليه ومش موافق عليه برشا ناس يقول لي سوا رشيدية اللي ديباسي تو سي لا ميوزيك معناها سيمفونيك سي لا ميوزيك لا كرياسيون مونديال اوفرتور يقولوا الاوفرتور داكار مي لكن يلزم نحافظوا على شخصيتنا ما مشيش في الخط وناصر ما مشيش وزاد حتى الاعانه بشويه بشويه حتى ما انقطعت الشيء اللي خلى صديقي الهادي المحلي رئيس الرشيدية اللي قد شد هو من الجيل نتاعنا كتينا صور اي خذوا بالي المحلي اي سيدي هادي نعرف بسويق نعرف مليح سيدي قال لي مختار ما عندناش فلوس من قاعد تو تعرف بالك لقاعد في رشيدية زوز أنا اشتبر قاعد التعليم مصرف على روح لأن وليداتي خلصوا وعنده وزارة ايه وشفت ماذا سأعمل أصحابه غادي وعنا البحث عنا مركز الحقيقة أعطاه 200 ألف دينار قبل ما يخرج للمركز البحوث غادي فما وليدات يجيوا شبان وفما أسادة يجيوا يعملوا في بحوث سي علي السياري وسي استغراب وبرشا وخيان وصديق الحميم سي رشيد السلامي يعملوا سي فتحي صغندة يعملوا في بحوث وعيتوا لي وانا باش نتفرغ ان شاء الله بالكتاب نتاعي باش نعملوا غادي معناها هذاك اللي قاعد والحفلات قلت له يا هادي وينهم الحفلات قال لي الله غالب طرف اللي جينا نعملوا في رمضان وجات سنه الكورونا دونك رمضان ما تعديتش الحفلات دونك الرشيديه من الناحيه الرمزيه انتهت لكن انا ما نقولش انتهت نقول تمر بازمه عميقه اللي هي تعكس ازمه البلاد وان شاء الله معناها اذا كان بشويه دعم من الوزير الجديد اللي مازال ما تسميش وزير جديد في الحكومه الحاليه وان شاء الله معناها حتى بلديه تونس سيدي مختار بلديه تونس يمكن اللي هي تو عملت مشكله مع الفرقه البلديه وحبوا ينحيوا مهرجان المدينه اللي معناها شدوا صديقنا فنان منك انا مذابية صديقتي مدير الديوان لرئيس الجمهوريه سي قيس سعيد الاخت نادي عكاشه كانت تسمعنا معناها عندهم في الرئاسه معناها عندها دخل معنوي اذا كان مش حتى من ناحيه صلاحيات رئيس الجمهوريه ينجموا حتى مالي ومادي ينجموا يعاونوا عندهم بديه الوين هذا اليوم للبلديه وللوزير الثقافه باش يعطيوها دعم باش ترجع تعمل حفلات لانه الحفلات الشهريه عندها ميزه كبيره ياسر اولا ترجع الجمهور اللي يسمع في الموسيقى التونسيه واللي هو موجود ولكن قاعد يتلاشى مش قاعد يشبع والنوادي الموسيقيه ما تعرف كنت قبل النوادي انت كنت عضو في نادي النوادي الثقافيه كثير معناها النوادي الموسيقيه انا كنت مع نادي الحسن فرز الله يرحمه نمشيو في الاسبوع لازم مصبرك يعني اي نص مبارك وعد ولا في جهه الجندات هو اللي توفى الله يرحمه معناها من اللي توفى هو مشى النادي وانقطعت الموسيقيين اللي هو مات الحسن فله عنده خمسه سنين تو ولا سته سنين معناها اديت الكتاب عام 2014 قبل ما يتوفى بعام يمكن الله يرحمه من الناس اللي في الحرب العالميه الثانيه يحكي لي كيفاش تعذب باش
كان عنده بوز زكريا بن نصر الله يرحمه سي رشيد بن نصر يهز يقري فيه هو وصليحه، قال لي انا نقرا النوتة وسي رشيد يقري الحروف والكتابه لصليحه وش اسمها اللي كانت ممثله وبعد خرجت عمتي عايشه راجل عرفت زهره فايزه. زهره فايزه هي حفل هي دخلت للرشيديه باش تغني عملت تاس قدام سي محمد التريكي وسي خميس تناه خزروا لي قال بنتي انت رقم تاع تمثيل ايه تاع غني خاتيك مشات مع ابو ليمان وقتها ومشات مع جماعه شوف فما اراده ولا فماش اراده. انا ندعو السلطات نعرف اللي فما رجال انا مانيش ضد الحكومات ولا ما نحبش نعمل سياسه وخاصه ما انا بوقت السياسيه معروفه كيما من الجيل اللي نتاع دوله الاستقلال ماني هذاك اللي بنينا، لكن احنا عندنا ثقه في الشباب نتاعنا. الشباب نتاعنا يعرف اللي فما تراث كبير برشا هو مؤتمن عليه ويزم يحافظ عليه. توا السفينه نتاع المالوف ما زالت موجوده وخرجوا كتابك العام وزاره الثقافه فيها سفينه توا مش مخدومه اللي معناها اندلسيه قديمه. سفينه اللحن نتاعها مش هذاك مش معروف. ضاعوا. اما قعدت تري في الرشيديه وينكر سي سفيان بارك الله فيك في نقطه شو راهو نحكيو على الحكايه هذه السفين معناها فما برشا قطاع مش معروفه وحتى المعروفه اللي كانت تغنى في السنوات 30 و40 و50 ومسجله زياد غرثه وعبد الحميد بلاجي ما حيوهاش خاطر فيها خدمه برشا والخدمه الموسيقي يطلب. انا حكي لي سي تاعي الغرثه يرحمه عملت له انترفيو في كتابي رونكونتر افيك دي تونيزيان ديكسيبسيون وحطيت معناها المالوف هو الموزيك كلاسيك الزرع باش قال لي انا كنت نسمع نغمه معينه نمشي لعم خميس الترناني اللي هو رباه يقول له سيدي خميس يقول له شنو يقول له هذه يقول له شد ورقه وشتي له عايش ولدي هذه ماء هذه رمل ماء هذه تقول انت صباعين هذه راس الدين هذه حي العراق هذه كذا هذه كذا لانه كانوا الحفاظ موجودين مازالوا موجودين لي كرون الحفاظ ثم اندثروا الحفاظ اما خدموا هكاكا وعملوا اشياء خارق العاده وليت حتى المغنى التونسي اتطور ولا مودرن حتى الغناء المالوف في حاجات مودرن كي تسمع انت نميت لمنم خليل ولا كي تسمع شوشانه مثال تشطح يا اخي في الـ في, الـ في الواحد نتاعها استنى الكون الى جمالكم هذيك الكون الى جمالكم مشتاقوه غير تشطح فما واحد قال لهم شكون تخيلها تونسيه معناها تغرموا بها وكل شيء صحيح لكن سامحني فما نحكي لك على قطاع موسيقيه مدونها محمد التريكي في السنوات الاربعين مع اللجنه اللي عملها في وسط الاربعينات وقت الحرب العالميه الثانيه دونوها الكل واللحن ما تعطاتوش الرشيديه من بعد لانه علاش؟ لانه يزمو يتقرا ويتحفظ ويتغنى باش الناس تسمعوا في جميع الطبوع حتى في المزموم حتى في الحسين حتى في فما برشا قطاع مكتوبه منوته لكن ما تتغناش لان يلزمها واحد يلزمها معناها يتفرغ ويعزفها ويعلمها باش يخرج منهم وتولي تعرض باش احنا شادين في ثلاثة أربعة معناها قطاع معروفة فهمتي ولا حتى مع سي عبد الحميد ديما نقول له حط لنا خويا المعاطش يسموه العاطش هما هذا اي يقول لك نغمة عطشة اي عاطشة خاطر ما تتعطش معناها العاطشة معناها ما نسمعوهاش ليها برشا وهذا موجود من قبل راهو وكيفاش هو انتصر المالوف انتصر هكا لانه قطعه تقطبوه حتى يموتوا اللي يحفظوها وكما قالوا الافارقه تعرف المثل الافريقي وانت قلت قداش مره وقت يموت شيخ في القبيله في الافريقي يقولوا ماتت مكبه كلنا في جرته مكبه كامله تموت في جرته. احنا نتمناو توا استاذ مختار مستيسر وانه وزاره الثقافه الجديده تاخذ اجراءات لصالح الرشيديه وان وزاره التربيه في اطار اصلاح التعليم سيادتك انت تعرف مثال الشبيبه الموسيقيه يا اخي ما كونت موسيقيه كبار وكانت زغندة وكان سي حمادي وعبد المجيد الساحلي وغيره ايه لا يرحموا وينعموا وكما زاد الشبيبه يا اخي توا رجاء فرحات والاولاد الاخرين وعبد الدين المدني طلعوا زاد في الشبيبه نتاع جمعيه الصدقيه طلعوا عملوا كذلك المسرح وغيره يعني المنتج التربوي وانا قراني العياشي علمني الطبوع وانا صغير عمري 11 سنه فهمتي ولطفي بوشناق وين تعلم وفي الرشيديه غادي وشو اسمها لطيفه العرفاوي كلها لكن توا اذا كان انا نقول لك اذا كان الاعلام السمعي والبصري الخاص والعام وخاصة الخاص اللي عنده تو تأثير أكبر من العام العمومي ولا ينتثر مع شيء يسمعوا فيه كان 10% للأسف الشديد. أنا كنت خدمت في الإذاعة ونعرف كنت عندها صديق كبير ياسر لكن هذاك هي سنة الله في خلق هذاك التطور هذاك الواقع الإعلام العمومي خاطر يعمل في حاجات ما يعملوهاش الإعلام الخاص الإعلام الخاص يسمو يعيش بالإشهار وكذا لكن عندنا حد أدنى نسميه كما نقولوا من المحافظة على الموسيقى التونسية أنه يعديوا التونسي
يعديوه في وقت معين باش الشاب الصغير اللي عمره 10 سنين و15 و20 سنه يتعود على باش الذوق نتاعو يتقلي واللي يقبل. اما تو ما تو اغاني ما نحبش نحكي عليها، ما عندها لا راس لا ساس، ما تفهمهاش لا منين، لا من الشرق لا من الغرب، لا غربيه لا شرقيه لا هنديه لا كذا، ما تفهم حتى شيء. معناها حتى على الاقل قبل كانت الموشحات وكانوا الاجيال وغيره اي يقول لك الموشحات غزات تونس في السنوات العشرين والثلاثين والاربعين، وعبد الوهاب وام كلثوم وسيد درويش وكذا، وكانوا يعملوا في التونسي باش يقاوموا شويه الموشحات. لكن حتى الموشحات تو اندثرت، اللي هي معناها فرد خارج من نفس الشجره نتاع الموسيقى الشرقيه والعربيه. دونك انا يظهر لي الازمه عامه ماهيش قضيه تسيير برك، صحيح فما ازمه تاع تسيير، أزمة إمكانيات، لازم الوزارة تخصص بحد أدنى من الإمكانيات رغم الشح الموارد. الدولة تفكس على الموارد والموارد مش موجودة، وأول ما يضربوا يضربوا الثقافة. أنا نشوف في السينما مثلا كل عام 3-4 آلاف ملايين دينار تمشي للسينما يا رسول الله، صندوق دعم نص من صندوق الدعم، نعملوش صندوق دعم للموسيقى التونسية. معناها المغني التونسي توا مسكين، معناها يغني تونسي ما يتلفت له حتى حتى خاطر ما يتذوقوش، يولي مجبور باش يجيب الشرقي والخليجي والراب وغيره باش ينجم يعمل هكا. معناها حتى كبار المغنيين نتاعنا توا اللي صابر الرباعي مثلا، كي ناخذ صابر الرباعي طيف التونسي طيب برشا، معناها علاش؟ خاطر هذاك هو يلزمو يعيش. هو كي غنى سيدي منصور يمكن اكثر اغنيه انتشرت تونسيه في الخارج غزا بها العالم، معناها اللي هي اغنيه صوفيه صفاقسيه. لا لا يا بابا، انا سمعت تفرجت فيها في اليوتيوب على شنو يغنيوا فيها، وجابوني وكوريا وشيخين عليها، فهمت ولا من غير اللي يعرف واش معناها. سي مختار سي مختار سامحني كان قاسين عليك، هو الحديث يطول معك الحقيقة. خلينا نخلي لك كلمة الختام في 30 ثانية إن شاء الله، حتى في مناسبة أخرى بعدين زادة سفيان فرحات إنه نعاودوا ناخذوك ونعاودوا نحكي أكثر. لا 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 ما طولتش علينا، ممتع معك بالعكس ممتع، ورجعنا ما باش نعديو لك أغنية أنت تحبها أم الأحسن تاع صالحة نعطيوها زادة حقها زادة. نعرفوك أنت إنسان ذويق دونك إن شاء الله إن شاء الله فيكم على الاستضافة. أنا إن شاء الله معناها بعد الأزمة هذه اللي نعتقد طول الحكومة اللي هي في الميزانية، لكن عندهم ما يسميه وزير ثقافة جديد، إن شاء الله معناها هيئة الرشيدية تمشيله وتحسوا وينستجيب ويعطينا طرف شوية من الإمكانيات المتواضعة الموجودة باش نرجعوا على الأقل الحفلات الشهرية باش يرجع الجمهور صحيح. وبعد نرجعوا خاطر الحلول موجودة حتى على مدى طويل، والأزمة راهي في الناس الكل. لكن ما احنا أنا متفائل بالعكس متفائل، لكن يلزم الشباب يدخل ونعزوه ونعطوه شوية دعم مع بعضنا الناس الكل شوية، زاد الجمهور يلزم يدفع شوية فلوس خاطر يتفرج على الملوف بلاش، زاد هذه انتهى الوقت هذا باش نجمو اذا كان عندنا روح وطنيه. وبارك الله فيكم، هذا شحب نجمو نقول. يعيشك يا مختار، بشدك صحة بنك وربي يوفقك، وانت مؤرخ كبير والواحد يشرب معك قهوه في المدينه العربي وفي بقال نتاع ماء من اعز اللحظات في العمر. اي اكيد يعيشك. وان شاء الله زاد حتى في مناسبات اخرى نعاودوا نحكيو مع سي مختار، سيرتو كي نحكيو على الرشيديه، نحكيو على تاريخ تونس، تاريخ تونس في الثقافه. باش نخليكم شويه مع صالحه وراجعين.